السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في زيارة أخوي الكابتن سالم سرور، لاعب نادي الشباب سابقا ولاعب المنتخب الناشئين في كأس العالم والفريق الأول. حياك الله يا أبو عبد الله. حياك الحمد لله. شلونك؟ عساك طيب؟ الحمد لله. الحمد. أبو عبد الله يمر بظروف صحية معنويا وماديا، أرجو من صاحب السمو وزير الرياضة ورجال الأعمال والإعلاميين النظر في أمره في علاجه خارج المملكة ولا داخل المملكة، ولا يجد له وظيفة، وبمساعدتكم أرجو من الله ثم منكم المساعدة والنظر في أمره. جزاكم الله عنا ألف. سالم وراح لعبها في نفس الزاوية اللي سالم سرور ويسجلها النهائية. لاحظناك انك تلعب في الشوط الثاني كظهير ايسر اكثر من كونك كمحور وسط او لاعب وسط يسار. ما ادري هل كان لتعليمات ايفو دور اكبر في الناحية هذه؟ نعم، هذا المدرب اعتوالي توصيف المدرب. الحمد لله خلصنا كل شيء اللي علينا وكفرنا. هل كانت لأول مرة؟ لا والله، يعني سبق لي اني لعبتها، يعني مشكلة يعني.